Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نور النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى خليل الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد الحبيب الله السلام عليك يا وارث علي الأمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله واتأتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الإسلام شامخا والأرحام المطهرا لم تنجس الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلاه ما تيسيا بها وأشهد أنك من دائم الدين وأرقان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البري التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الآيمات من ولدك كلمة التقوى وعالم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله إني بكم مؤمن وبيا بكم مؤمن بشهر ديني وخواتيني وعملي وقلبكم سلم وعمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم اللهم صل على محمد وعلى محمد.